كارثة حلت بمدينة الصدر بسبب تخزين الميليشيات السلاح الثقيل بين الأحياء السكنية. التفجير الذي وقع في مدينة الصدر نجم عن انفجار عتاد وأسلحة داخل أحد الحسينيات في شارع الفلاح بمدينة الصدر. وبينما دعا مقتدى الصدر إلى التحلي بالصبر وضبط النفس وتفويت الفرصة على من وصفهم بالأعداء، هاجم السكان المتضررون ميليشيا سرايا السلام وكل الميليشيات التي تعرض حياة المدنيين للخطر. برنامج مع الناس تجول في الحي المنكوب ونقل آراء الناس حول الكارثة. خمس عوائل، خمس بيوت. البيت يتم رضعتي، اجى اخوي الصغير قال لهم عمي صار صوت بالجامع، طلعوا تعرف الخافين ماشي، طلعوا قسم منهم. عمي طلعوا صار طقه ثانيه، طفروا من المكان، صار راح انفجار بالجامع. بس طقه الانفجار بعد ما عرفنا شوكم ماكو. تلقى صواريخ من هنا سيفور، كله سيفور فيسفور ما يسمونه، وهذا الوادم. وانا عائلتي الحمد لله شكل 24 نفر ما عندهم شيء. بس عندي اخوي اصغر مني مضروب براسه من مسبب الجمله العصبيه. الحمد لله شكل ما طلعنا سالمين، كلهم طلعوا سالمين، البيت والغيره حشك خلي ولا. نعم ها؟ مطالب اريد شو نشوف انت بعد؟ اريد الشخص هذا اللي دخل الصواريخ هنا مؤيد يتحاسب هو والزمره مالته بهم حوالي 70 نفر، هم قاعدين واقفين هم بيهم موجودين، هم كم نفر هسه واقفين هنا يشمشمون على يقولون اجى يقول طيار ضربكم، طيار شيء صوت طلع من الجامع، طيار شيء عليه؟ اي طيار يقول طيار ضربكم، يقول مو صواريخ. زين امريكا يصف مدينه باكبر يبرسه، خلي يضربها بمكان معين، ما يضرب المدينه كلها. ونشكر الاذاعه اللي وصلتنا. هسه ايش عندك انت احكي؟ ماكو شيء ما احكي، اول حكيت هو ايش احكي اخوي بعد احكي؟ هذا الضرب موجود، اريد الدوله تجي تشوفه. الدولة تجي تشوف، ولا واحد جاني من الدولة، ولا مسؤول وصل لي جاي. الأربعاء من يوم طق الهدوء، ولا واحد بين، بس الجيش واقف، وجينا القاضي شبرات دفنا وين نقرا، وين خمس بيوت. أي بيتي أخوتي. كم شخص؟ 24 نفر. 24 نفر كلهم سالمين. بس بهم طقات بالراس. ودي اخوي اصغر مني بالجمله العصبيه موجود حاليا، عمليته طولت 4 ساعات. نعم؟ لا الحمد لله صحته. الحمد لله على سلامتك. اشكرك، الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ونحن في هذا الشهر الكريم، شهر الفضيلة، شهر الإيمان، شهر الإنسانية، شهر الإصلاح، شهر الرحمة، شهر البركة، تحدث مثل هذه الكارثة في هذه المنطقة الضيقة وفي هذه الكثافة السكانية الهائلة وفي هذا المجتمع البسيط المؤمن. حقيقة نقدر نقول على المجتمع المظلوم المحتضن مأخوذ حقه حرارة الجو. المسببات تعددت الأسباب والموت واحد، حادث
حصل في منطقة مكتظة بالسكان والأهالي، أدى إلى وفاة كثير من الناس والأطفال والنساء، أدت إلى فاجعة أليمة أثرت في المجتمع، في هذا المجتمع البسيط المؤمن المتدين في شهر رمضان الكريم في أيام ليالي القدر. الأمر الذي يجب التعليق عليه والاهتمام به والترخيص له، وندعو الفضائيات والإعلاميين كافة إلى النهوض بهذه المهمة، وهي توجه المسؤولين المنظمات الإنسانية الحكومة أن تأتي لإنقاذ هذا المجتمع. لحد الآن ما شفنا أحد المسؤولين زين إجا وشاف هذه الناس زين، ومع العلم هي قبل أيام قليلة كانوا يدعون الناس للانتخابات ويدعون الناس إلى أنفسهم زين. هسه إحنا هذا المجتمع بحاجة إلى مثل ما يقولون العرب الفزعة زين. مو خايف عمي، عمي مو خايف، مو خايف عمي، تعددت الأسباب والموت واحد. إحنا 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 ليش إحنا طالب سيد مقتدر، نقول له عمي سيدنا هو يتبرى من عتهم، إحنا ما نتبرى، إحنا هذول موجود، إحنا عشاير نروح لهم ندقهم شو سوي سوي، يعني شنو هسه البيوت تبلشت، يعني ماكو واحد يحكي، لا نحكي ما نخاف، نقول لهم سيد مؤيد هو سواها، سيد مؤيد كم مره قلنا له شيلهن، ليش ما يشيلهن؟ وحتى المختار ليش ما يجي يحاكيهم؟ ليش ما يجي يقول؟ ما المدرسه وقعت؟ هسه اكو واحد يجي ويقول لو سيد مقتدر راح يدش لجنه، ماكو لا لجنه جت ولا كسو ماكو. هذا بيت عمي، هذا الضرر بيتنا تفلش، طاح بيت بيتنا تفلش، يعني ما صار علينا هذا شهر زقوم، فطرنا وقعدنا وشفنا وجه الله وصار هذا صار، يعني واحد بيته ما امن كفيلك الحسين، ما امننا على ارواحنا طلعنا. انا بالنسبه لي قلنا ميتين، بس ما ادري شلون طلعنا، معجزه طلعنا والله، وحق الحسين معجزه. شنو ما تقول لي شنو يعني واحد بيته ما حامل روحه؟ بيوتنا هجمت، يصير يا عمي يصير، لا مسؤول، لا اجى واحد اجى قال شنو انتم شرفك خيم هسه لو يبنون لنا خيم نقعد بيها؟ كفيلك الحسين متجهولين، جهالنا بصفحه، نسواننا بصفحه، احنا بصفحه، يصير ها ان شاء الله يجي، خليه يجي يشوفنا، يشوفنا بيوتنا انهجمت، كفيلك الله عواننا تجرحت، جوانا كلها تعور، اصلا علينا المي بارد، كفيلك العباس ما عندنا بيوت، هسه ندورنا على بيت الايجار ماكو، علي والله العظيم والله ندورنا على بيت بالايجار، الناس راحت كل من اللي عنده قرايب راحت، شوف شلون نقعد، ما عنده قرايب قاعد، شوف وين صار اجار، شوف ما يصير، يعني الله ما يرضى عمي، هذا العائل هذا زلمه حلاله 24 مليون، عمي ما صايره لا بالتاريخ ولا بالاسلام، عم انت بسرايا السلام، انت بالعصائب، انت باي مكان، اضم لك ثكله عسكريه بنص العوائل، عم انا هذا بيتي وعائلتي، عندي اثنين بحاله خطره، وزوجتي بين الحياه والموت، وسته مصاويب زين، احنا نداعي سيد مقتدى، اذا سيد مقتدى ما يوقف لنا واذا الحكومه ما توقف لنا، فاحنا ناس هم عشائر زين، وحقنا ما نطيحه وحقنا ما نعوفه، وهذا صار بينا، نريدكم يطلعون كل القطاعات وكل الجوامع، اكو مدرسه تندفن بها صواريخ، هذا بيته حسينيه والمدرسه، اهلي كلهم بالمستشفى، عائلتي كلها بالمستشفى، انا كنت طالع جيت لقيت بس عندي اثنين بحاله خطره بين الحياه وبين الموت زين، وما نخاف ولا نهتز وما حد يخوفنا وما حد يرجعنا، واحنا مو ضد واحد، ضد اللي سوى بينا هذا العمل، ليش عمي؟ مو عوائل آمنين وقاعدين بشهر رمضان، ليش الشغلة صارت فينا الكل، الله ما يرضى بيها. انت شنو رايكم، انه هو فعل تفاعل او هو موضوع رباني او خلينا نقول لا رباني لا عم حروره رطوبه، هو مخزن ومو بس وجودن، خد تسمعني الاذاعه هاي سجل كل زين، انا عندي الاجهزه مال التصوير، عندي الاجهزه مال التصوير، عندي في ار زين، عدي بذاك الضامه شلون اشتعلين وشلون طقين وشلون قام اشتعل، وخلي اسمعها سيد مقتدى، وخاف واحد يقول ضده، انا ابو مقتدى زين لولا، ومو ضد واحد، ضد يا هو سواها ويا هو جاباها وحطاها، قطاع عشره كلها ضده، ومو ضد عشيره احنا، ولا ضد شخص ولا ضد واحد، احنا ضد اللي سوى بينا هذا العمل زين،
وما عندنا شيء بعد، ونريد الحكومه توقف ويانا، ونريد الحكومه بعد تفرض سلطتها عيب عليها، ومع احتراماتي للقوات الامنيه الواقفه على راسي، هاي الناس مو يمني، زين؟ عيب عليها خلي تفتش الحسينيات كلها، وخلي تفتش الجوامع كلها، وخلي السيد مقتدى يصدر امر لكل التابعين للسرايا وغير السرايا، خلي يشوف اي واحد يضام له رمانه ببيته ويطق على جاره كون هو هو حاكمه وهو حاسبه. زين؟ وانا خلي يسمع السيد القائد مقتدى الصدر، انا حج احمد البهادلي احد قاده سرايا السلام، انا طاح بيتي وسبع جهال بالمستشفى ونسوان اثنين بحاله خطره وجاري ماتت بنته وعائلته كلها بحاله خطره، ليش؟ شنو مسوينه؟ والله العظيم ما فاطرين بعدنا نشرب بالهاي، وثانيا نريد بس وهذا بيته اريدك تصوره، هذا هو سوبر ماركت، هاي مالته طاحت وسيارات اثنين جده طاحت كل المال الحلال، هذا جهادنا للتيار الصدري، هذا جهادنا اللي انتخبنا سائرون، هذا هاي تاليه وخربني، هاي تاليتنا احنا شي ويا سائرون. زين مولاي المستشفيات ليش ما يستقبلون؟ والمستشفيات جزاهم الله خير الجزاء، احنا بالمستشفيات ونقدم الشكر الجزيل للمستشفيات. كل عائلتي بالقادسيه وبالجمله العصبيه، زين؟ قاموا لنا بالواجب وحطونا ببلاش بالمواقع اللي هي خاصه بفلوس الاهليه، حطونا بالمستشفيات ببلاش، ما رضوا ياخذون واقفين علينا، والقوات الامنيه بكل جهده قاعد تبذل الجهد ويانا. الشيل الشيل وتوقف، زين؟ تشيل ويانا وتوقف وتساعدنا، زين؟ واحنا عم ناس منكوبين، الله يحفظك، واحنا ناس منكوبين، ونريد الدوله، احنا ترى مو يوم يومين ونسكت، ما نسكت عن حقنا، والسلام ورحمه الله. احنا كلنا احنا وياهم، زين؟ احنا وياهم. كل هذا القطاع، شنو صار فينا؟ شو مسوين احنا؟ غير نريد نفتهم؟ هسه لحد الان ما مفتهمين، طلعت من بيتي والله العظيم، سيارات ثلاثه، وبيت ثلاث قوط، وسوبر ماركت، و14 شده، كلهن فلوس. كلن طلعت والله ما عد جهال وما عدوا من عال موصل المنكوبه عباوا عليهم عباوا على موصل المنكوبه يطلعوا يا قونيه مال هدوم ها وجنطه ويطلع من بيته يركض صحلوله واحنا طلعنا حتى نعالات ما عدنا حفاية وهاي بيوتنا الله انا اريد واحد ونسواننا بدون عبي زين خل بس يشوفونا بكاء خل عوائلنا بي انا من بعد اليوم والله قسمت عائلتي نصب المستشفى وعد بعد جهال صغار قسمتهم ماخذ اثنين نسوان خاف واحد يقول لك تناقض بالكلام قسمتهم بثلاث بيوت الله الناس ما عاد عمي كنا محصورين يا تجيب له خمس جهال يحملهم كل اثنين كل واحد بمكان والسلام ورحمه الله واحنا عمل اللي قدام مو ضد عشيره معينه ولا ضد واحد معين احنا ضد الفاعل الفاعل يا هو الجاب مسوين نطالب القوات الامنيه ونطالب سيد مقتدى يشوف لنا شاره ويعطينا الجواب. انت مو المسؤول عن هالمنطقه؟ انا ما مسؤول، لا العفو، انا اقول لك انا احد ابناء تيار الصدر. ممكن لازم لك إيه. واحد ما ادري عمي عنده شو يسموه دي في ار، عنده شو يسموه دي في ار. والله ما شفت واحد طبب لك كليتك، غير احكي لك صدق؟ انا بعلم. طبوني بوقت اسمع اعطيني مجال اعطيني مجال اعطيني مجال اعطيني مجال اعطيني مجال من رخصتك اعطيني مجال. احنا هنا انا ما اسمعني اخي خلنا من رخصتكم، احنا هنا ما شفت انا واحد طبب بعينه اخواني بس هو كدس كدس وسلاح من زمان معروف والقطاع كله يعرفه هذا القطاع كله ذا سيله يقول لك هاي الغرفه كلها صواريخ وكلها جزء والسلام ورحمه الله زين ونريد كل ما تقطعون هذا حديثنا Thank you.
من البصره والله. هذا بيت خالص ما عاد قالوا انفجار انفجار بالبيت هذا خالص. هذا سعد اجيت هذا بيتهم قالوا يا بي انفجار. اجيت انا قلت ما لقيت شوف هذا شاف الوضع يعني. هذا الجهال كلهم مصوبين هو هنا مصوب بظهره يعني ما قال ميتين يعني انا قلت ميتين يعني انا يعني شفت البيوت البعيده عليهم طايحه قلت بيت خالص شوف هذا البيت شوفه شوف هذا البيت ولو يعني صفه هذا شوف البصره ما عدنا يعني ما عدنا قضيه ماكو والله ما صار والله بالموسم يعني ما صار يعني هيك ما بالكلام علي حج خليك المعنى بالكلام هلا ناس ما احتراماتي لا اعطيني ابدا بس اوقف هنا ما احتراماتي لعمة العالم اللي تسمعني احنا مدينه لو نصح بها لو صحيح لو نستكمل الصحيح يعني اليوم هنا كارث باشر يصير وين كارث من المسؤول على هذا الامن المسؤول على الامن هو داخل الذاتي تسمعني اخي العزيز فالمعنى كل يتحفظ بالتصحيح صحيح يعني مو احنا الدوله اللي هي منظومه الامنيه هي توسع العالم بالعقليه الصحيحه هاي العالم تريد سكن سكن بامان سكن بروح صالحه لله لكن مو احنا نتبع قال شنو فدا عن نفسنا لو عن حياتنا احنا ما صرنا بعالم يجي ياكل بينا او عالم يأذي بينا فالمعنى بالحياه لو نصلح بها لو ننتهي بها اليوم مزره باكر مزره مزر يا اخي احنا اللي سويناه للعراق شنو هو امنا انه نحبه امنا نحافظ عليه ماكو هيك عمل هاي العالم شنو سائرها لله بعد حتى ايمانها يقرب الله ليش مو هاي هاي خزين ارواحها من مسؤول عليها خزين ارواحها خزين ارواحها من مسؤول عليها مو اني ولا التيار ولا الحكمه المسؤول عليها قمه الناس اذا انا ما حافظ عليها وانت ما تحافظ عليها انتهينا من العالم وتبقى يا اهل ياكل بينا النافين والمستنكرين فعهدنا بالله موجودين ان شاء الله لكن املنا بالله باللي يحصل انه ما يتكرر وأملنا باللي يحصل إن شاء الله مثل تكرار بي تعويض العالم هذا واجب الدولة تقيمك تعطيك احترامك ما تقيمك ما تعطيك احترامك أنت قاعد ببيتك وقام العمل اللي صار يجيك المسؤول مسؤول مو سيجيك بعد من تستنى أمورك يجيك يقدم لك العون يقدم لك المساعدة لكن أنتم العالم عمي احنا هذا بيتنا الركن ثلاث عوالم العالم الآن عليها شنو العالم عمي هاي تعال صور هذا بيت صور احنا الناشد أصحاب القرار هذا بيتنا هذا ثلاث عوالم متهجولين غراضنا هنا وين احنا نروح المن نحكي المن نسولف هاي خطيه هذا جيراننا تهجونا نسواننا ما حسين نفسنا اللي احنا بالشارع بالمستشفيات شنو ذنبنا احنا ناس يتامى ولدنا هنا العالم هاي بالقوه اللي من روحتنا وهسه نجي احنا هنا تهجوا شنو ذنبنا ليش هيك شو يصير بينا عندنا معركه قله ماكو هيك سالفه يعني هاي بنصل البيوت هنا هاي وضعيه كل من يجي يصرح بكيفه ماكو فلوس عمي خلي يجينا واحد يزورنا يشوفنا ولا واحد يجي يقلبنا احنا صارنا ثلاث ايام هنا مهجولين بالشارع احنا ليش؟ حتى الله ما يقبله شوفوا لنا حل عمي ما اريد واحد يقطع التصوير شوفوا لنا حل هذا احنا صوره هذا صور اللي يريد يطب خلينا نطب ويشوف الكارثه الجو خلي يشوف الكوارث الجو والله كوارث بالحسين بمعجزه طلعن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي أنا شخصياً وهذا مو رأي وإنما هو مطلب أهالي مدينة الصدر وهذول هم الواقفين اللي متضررين واللي أنطوا شهداء واللي أنطوا ضحايا لكن بنفس الوقت إحنا نشدد ونقول يا أخواني هاي مناطق سكنية بها عوائل بها ناس تريد تنام بأمان يعني ما ممكن إنسان يقاتل داعش في بعقر داره يرجع لأهله يلقى بيته مهدم فوق راسه ما ممكن هذا الشيء ما مقبول وإحنا نطالب من هاللحظة هذا الشيء ما اريد يتكرر مرة الاخ اليوم صار باكر عقبه يصير اذا بقت هاي الوضعيه واسلاح بالمناطق السكنيه اعتداء سلاح ثقيل هذا خطر على الناس يا اخي اليوم احنا هاي العالم جاي نشوفه العالم منكوبه هاي اليوم يا اليوم الثالث يمكن للحادثه ما حد اجى ما حد سال ما احتراماتنا وجل احترامنا لكل الشخصيات الدينيه والزعامات وغيرها اليوم هاي العالم تريد حل تريد اول شيء تعويضهم عن هاي الاضرار اللي لحقت بهم هذا ضرر ما ينقبل يعني بيت مهدم هذا انسان ما عنده قوت يومه ما عنده لقمه عيش يوفرها يروح يبني بيت من جديد صعبه زين الارواح اللي راحت من يعوضها من يعطيهم حقوقهم
زين هذا الانسان اللي استشهد ما كان معيل عائلتي؟ ما كان يوفر لقمه العيش الكريمه لعائلتي؟ هسه مين راح يوفر لقمه العيش؟ اذا نطالب باع اولا تعويض المتضررين، هاي البيوت اللي انهدمت غيرها. اثنين اخرجوا طلعونا سلاحكم من مدننا، ما نقبل اي سلاح بالمدينه. كأنا ابن مدينة الصدر أناشد وأطالب كل الجهات المعنية باسم شبابنا باسم أهالينا باسم أرواحنا، نطالب أنه طلعوا سلاحكم من مدننا. أكو هواي مناطق فارغة، أكو هواي مناطق زراعية عندكم وأنتم أعلن بها، أنتم ما خليتوا قاع ما أخذتوها، ما أخذتم منطقة زراعية ما أخذتوها. أنا أوف هاي كلمتي للعصابات والمافيات اللي يعرفون كل الزين، هم والله العظيم قسما بالله العظيم صعدوا باسم أهل الصدر وباسم غير 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 زعامات، صعدوا على شتاف هاي الفقرة والآن ما حد قلبهم ولا واحد وصل لهم. ليش يا أخي؟ مدينة الصدر كم نائب بيها؟ كم مسؤول بيها؟ أحد جاكم أحد سأل عليكم؟ ما يصير هذا. إحنا لا جبناء، إحنا لا جبناء ولا نخاف. الله وكيلك، هاي مدينة الصدر هاي مصنع الأبطال، وطينا شهداء، قاومنا المحتل ونفتخر، ونقاوم داعش ونفتخر، أو أي شيء للعراق إحنا جاهزين ودماءنا ترخص للعراق العظيم. لكن بنفس الوقت يعني مو نطالبكم، وإنما هاي مسؤولية. آخر يوم هاي أرواح مواطنين، هاي أرواح ناس آمنة. يعني إنسان قاعد ببيته ما يأمن، لا إله إلا الله، يعني مستحيل ماكو شيء. يعني هذا الدمار ما حد يقبله، ما حد عوضهم. يعني ناس والله باعوا وجوههم، ناس كلها تعبانة، الله وكيلك، يعني منو مرتاح؟ يعني بشرفك بيته يجي بيته عامر اللي قام يهدم على راسي هسه، اوكي ما يخل قبلنا، بس مو تتكرر مرت الله مباشر عقب تصير غير منطقه غير قطاع. والله العظيم يصير، انا اقول لك مثل ما صارت بالعبيدي، صارت بالعبيدي واحنا اطلقنا حملات على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى ما خلينا موقع الكتروني ما حكينا يا بهاي. اليوم باكر تكررت بالنهروان، ورا النهروان الان مدينه الصدر، وباكر عبيدي تكرر بغير مكان. فيا فصائلنا المقاومه، يا زعاماتنا الدينيه، التفتوا لهاي العالم، طلعوا السلاح من المدن السكنيه المكتظه، خلي الناس تعيش بامان، واحنا حاضرين اي خطر احنا موجودين، احنا نكون دروع بشريه لاي خطر يجي. لا تتحجج لي السلاح لازم يكون بالمدن، احنا ما عندنا الحمد لله والشكر. اليوم حكومه منتخبه واعضاء جدد راح يجون وكتل موجوده وانتخابات وشيء ديمقراطي ماشي، ما عندنا شيء نخاف من عندنا الحمد لله والشكر. وعندنا زلم وهاي مدينه الصدر قلت لك انا مصنع الابطال، ولا اليوم ولا البارحه. فأنا أرجو يعني وأطالب بخاصية السيد مقتدى الصدر باعتبار المدينة الصدر تعتبر معقل التيار الصدري، شئنا أم أبينا، مع احتراماتنا لكل التيارات الموجودة ولكل التوجهات الموجودة، لكن الثقل الأكبر هو للتيار الصدري. فأنا طالب سيد مقتدى الصدر، والبارحة السيد مقتدى الصدر نزل تغريدة، والتغريدة تقول هاي أخطاء واردة ونيران صديقي موجودة بالتغريدة. فاحنا يا سيد مقتدى الصدر انت رجل احنا نكون لك كل الحب والاحترام، وهاي المدينه اللي اكبر مدينه انطت شهداء وجرحى وضحت، والان مستمرين بمسيره الاصلاح والحركه الاحتجاجيه، وكل احنا وقفنا والحمد لله والشكر، هذا العراق يستاهل. لكن يا سيد مقتدى الصدر نحن لا نتحمل اخطاء الوارده، لم يعد لدينا بعد ما عدنا صبر نتحمل اخطاء وارده، وحتى لا نكون ضحيه النيران الصديقه. فطلعوا الاسلاح من مناطقنا، طلعوا الاسلاح من مناطقنا، خلي المناطق تكون امنه، المدارس امنه، الحسينيات امنه، خلي بيت الله يكون منبر للسلام، يبث السلام، لا يكون مصدر رعب. الان كل الاخوه الواقفين ومن ضمنهم اني، بعد انا من امشي من جامعه او مدرسه يلاقيني الرعب والخوف، احكيها صراحه. وهذا الشيء احنا نطلبه من السيد مقتدى الصدر ان ينضرب هذه القضيه ويوجه لجان، تشكيل لجان المتضررين، كل هاي العالم تضررت، ومن يعني من يدفع ثمن هذا التضرر؟ لازم اكو جهه تتحمل مسؤوليه هذا الضرر. وقال السيد نيران صديق، اذا ما اعطوا نيران صديقه يتشكل لجان مكتب السيد الصدر، يجون اليوم يجردون البيوت اللي تهدمت، الارواح اللي راحت، وبعدهم ما يعرف هاي الامور. والسيد مقتدى الصدر قادر على هذا الشيء، وزعيم وطني وقادر على هذا الشيء، ونطالبه انه يحل لنا هاي المشكله ويطلع لنا سلاح من كل المدن، مو بس مدينه الصدر، كل المدن الشعبيه، مدننا ما اخص بالشيعيه والمناطق، كل مناطقنا العراقيه ان تكون خاليه من السلاح. وهو شدد على انه حصر السلاح بيد الدوله مع منع عسكرة المجتمع. هاي السيد الصدر شرط وضعه بكافه المفاوضات ويا الكتل ويا هذا، واحنا مقبلين على حكومه، وانتم تدرون حصر السلاح بيد الدوله ومنع عسكرة المجتمع. هاي احنا معك سيد مقتدى الصدر، ونطالبك انه توضع حد لهذا الشيء. كل المجتمع اليوم يمنع عسكرة المجتمع، ونطالب بحصر السلاح بيد الدوله للمره العاشره. قول له يا سيد، وشكرا. الله يخليك حبيبي. واعذرونا على التقصير. طبيعي وماكو.
انا واحد ابن عمي قايل للشخص الحاطه هنا قايل له هذا العتاد والصواريخ يجي يوم يتفجر، يعني قل له هذا عتاد السيد بقلوبنا. زين اذا عتاد السيد بقلبك ليش ما خليته بيتك انت وطق عليك؟ السيد مقتدى هسه يقبل يعني عتاد ببيته؟ مو يقبل؟ يقبل بس قل لي. ما يقبل طبعا. زين اذا عندك حب الصدر وبيت الصدر تسوي هيك، ليش تشوه سمعتهم؟ يعني انت صدق بيت الصدر هيك. وثاني شيء انت اذا عندك حب الصدر وتقول سلاح الصدر وعتاد الصدر بقلبي، خلي بيتك خلي يتفجر عليك. هذول عصابات انا مخليهم ترى، الله شاهد، صواريخ وعتاد وكل شيء، حتى السي فور موجود هنا حسينيه وبيتين هنا. وينك حسين؟ حسينيه. ما تخلي بيها سلاح، هم يقولون حسينيه. فهذول هم اصلا مو ببيت الصدر، اصلا عصابات. كان يسمعني، هو يسمعني بكل صوتي. انا شاكر الشويلي بالسبعينات، وهذا ابن عمي مؤيد 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 مؤيد. اذا انت زلمه وين ما القاك انت قبيلي، لان انا عندي خمس بنات راح انتهن، وين ما القاك انا وياك. وخلي كل واحد جيرانه صديقه اخوي وصل له الحكي. انا شاكر الشويلي بالسبعين وخليه وصل لي، وانا اوصل له وين ما كان اوصل له. مايل يعني سيد مقتدى يقبل بهذا الحكي؟ يقبل بهذا الحكي؟ ليش هاي بيوتنا طايحه؟ ليش؟ يعني انت من حطيتهم صار لك سنه يقولوا لك شيلن 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 حب الصدر وعتاد الصدر بقلوبنا، ليش ما خليته بيتك انت؟ يعني انتم قاعدين هنا عصابات مخلينها، مو حسينيه، مو العصابات هاي مخلينها هنا. يخليها هاي حجه. لا انا مو على مود اللقاء، هاي خليها حجه مال بيت الصدر، على مود من يقول بيت الصدر؟ اذا واحد قال له لا شو يقول؟ يقول هذا مو ضد لهم، لا تبروا منه. وانا اريد ان السيد مقتدى الصدر ياخذ قرار صارم بحق هذا، لان هذا انسان لا يم الخط الحسيني ولا يم الجهاد، ولا يريد يصير زلمه. ذولاك ربعه بسامره، ذولاك بسامره شهداء جاي يروح هناك، مو ضامن سلاحهم هنا. زين سيد مطهم ولا ارفلي؟ مال معمل جقاير شكوا سلاح، شكوا عتاد، ورطتهم الدوله من مال العبيده من طقت، مو قال لهم حاولوا؟ وكل المدينه تدرون لولادتهم مو صحيح ولا؟ ليش ما حاولوا وداه هناك؟ ليش اذى العالم بيه؟ ليش ما خليته انت ببيتك؟ ببيتك خليه. حبيبي لو مرحبا، الله يسلمك. سيد احمد جيراننا مجلس موسى احمد كان يقدم البرامج الرياضيه صار هسه صار مال وزير الشباب والرياضه الناطق الرسمي. Thank you.
عاد عاد.